السلام عليكم. إسرائيل توعدت بتدمير عدد من البلدان العربية إذا توسعت الجبهة ضدهم، وهذا جاء من عدد من المصادر مثل يدعوت أحرنوت العبرية، بالإضافة إلى موقع أكسيوس الأمريكي، وكذلك المراسل في قناة كان العبرية أميخاي شتاين الذي تحدث عن تفاصيل قادمة من الإدارة الأمريكية بشكل مباشر، هو نقلها بشكل حصري. هذه الرسائل هي كلها جاءت عن طريق عدد من الوسطاء عبر إسرائيل، أرسلت رسالة غير مباشرة إلى فرنسا، مباشرة إلى طبعا الجانب السوري وكذلك الجانب اللبناني، وحتى الإمارات العربية المتحدة أرسلت رسائلا إلى النظام السوري بهذا الصدد، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت قنواتها الدبلوماسية في رسائلها تجاه لبنان. ما هي هذه الرسائل يا ترى؟ ببساطة الرسائل التي أرسلت بأن لو حزب الله اللبناني وسع من هذه المعركة ووسع الجبهة بشكل كبير ضد الجانب الإسرائيلي، فبأن إسرائيل ستقوم بعملية تدمير العاصمة السورية دمشق بأكملها، لا بل إنهم سيقومون باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، إن من ضمن هذه الرسائل بأنهم سيقومون بإيذاء لبنان تماما، وبأن سيكون هنالك ضررا كبيرا تجاه لبنان إن جرت الأمور بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا قال بأننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري بحسب تصريحاته وبحسب هذا السيناريو. بالإضافة إلى ذلك أيضا، الكلام مرتبط من قبل الإمارات العربية المتحدة التي أوصلت رسالة كما تحدثنا إلى نظام الأسد وأبلغوه بأن لا يتدخل أبدا في هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وأن لا يسمح كذلك، وأن يعمل جاهدا بأن لا يسمح لي الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة على الأرض السورية بأن تدخل في أرض المعركة. وقد يجد البعض بأن هنالك مبالغة كبيرة من الجانب الإسرائيلي في إرسال هذه الرسائل، وهذا قد يكون أمرا منطقيا عندما يفكر به المرء بأن هنالك حربا لدى إسرائيل في غزة حتى هذه اللحظة، خسائر بالنسبة للجانب الإسرائيلي بسبب ما قامت به الفصائل الفلسطينية من حماس وحركة الجهاد الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن حزب الله إذا فتح جبهة وفتح جبهة من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية، يجب أن لا ننساها وما ممكن أن يكون قادما ضد الجانب الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل لا تبدو في موقف يعني يعكس حقيقة هذه التهديدات التي يتحدثون عنها، لكن إسرائيل هي فعلا لا تتحدث من فراغ أبدا، فهي تتحدث بقوة بسبب وجود الجانب الأمريكي، فحاملة طائرات جيرالد فورد الأمريكية وصلت إلى البحر المتوسط على طبعا باتجاه إسرائيل وباتجاه قطاع غزة بشكل خاص، وأيضا أن هنالك 6 أنواع من المدمرات الأمريكية المتقدمة أيضا موجودة في هذه المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة بحسب أوسنت ديفندر كانت قد أكدت ببساطة لإسرائيل بأن أي دخول من أي طرف كان في هذه الحرب، فأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في حرب ضد هذا الطرف، إن كان حزب الله اللبناني يشعل الحرب أكثر مما هو عليه الحال الآن، أو حتى من الفصائل الموالية لإيران الموجودة في سوريا. بل بمصادر خاصة لقناة التغيير قد تحصلنا عليها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت جميع الأطراف في المنطقة الموجودة طبعا في منطقة الشرق الأوسط بأن أي تدخل بأي شكل من الأشكال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يجري باتجاه قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في حرب ضد هذا الطرف. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بدأت تأخذ هذه المنحيات وهذا الموقف القوي بجانب إسرائيل الذي لم يتوقعه طبعا أحد، وذلك بسبب أن الأدلة بدأت تزداد حول تدخل إيران في هذه المسألة وتأجيجها لهذه القضية. مصادر أمريكية مهمة جدا مثل الوول ستريت جورنال أو حتى تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، تايمز أوف إسرائيل الذي تحدثت عنه ببساطة بأن إسرائيل أعطت مؤشرات واضحة وأدلة واضحة بأن إيران هي التي دفعت حركة حماس للدخول في هذا الهجوم الكبير الذي جاء على العمق الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، لأنها قالت بأن طهران الآن تشجع تماما حزب الله اللبناني للدخول في هذه الحرب بشكل كبير. الوول ستريت جورنال كما تحدثنا هي قد ذكرت الآتي: خططت حماس للهجوم على إسرائيل قبل عام على الأقل بدعم من إيران في التدريب العسكري والمساعدة اللوجستية وعشرات الملايين من الدولارات. وبشكل مثير أيضا، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا كنا أمام استعراض للحوثيين وجماعة الحوثي في اليمن، وواحدة من الصواريخ أطلقوا عليها اسم
طوفان، وهذا يتطابق تماما مع اسم العملية التي أطلقتها حركة حماس تجاه العمق الإسرائيلي، ألا وهي طوفان الأقصى. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا في دعم كبير لإسرائيل، إلى درجة إلى أن البيت الأبيض وضعوا لونه بهذا الشكل ليلة يوم أمس على شكل علم إسرائيل، وذلك بسبب أن هنالك ضحايا أمريكيين من العملية التي قامت بها بنجاح الفصائل الفلسطينية. المونيتر على سبيل المثال وثقت جميع الجنسيات الذين قتلوا خلال هذه العملية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية في العمق الإسرائيلي، ولو تلاحظ بأننا أمام 16 دولة كما هو ملاحظ من الضحايا بسبب هذا الهجوم، فأبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا طبعا، ألمانيا وبريطانيا، تلاحظ أن أوكرانيا وحتى روسيا بشكل مثير، كندا، أيرلندا وغيرها من الدول، تجد تايلاند وغيرها من الدول، كل هؤلاء طبعا سقطوا لهم ضحايا بسبب الهجوم الذي قامت به الفصائل الفلسطينية. بالتالي هنالك دعم كبير وغير متناهي بالنسبة للدول الغربية على أقل تقدير من الدول الكبرى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساعدة إسرائيل. وطبعا إسرائيل هنا بتوعدها باتجاه دمشق وباتجاه أي طرف من الممكن أن يدخل تجاه هذه المعركة التي تجري بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية، لأنها تهيئ لعملية برية لاقتحام قطاع غزة، وهنالك هذه اللقطات التي ترونها هي للقوات الإسرائيلية وهي تحشد باتجاه شمال قطاع غزة بهذه الطريقة، وهنالك تحشيدات أخرى للدبابات بدأت تظهر في المنطقة باتجاه قطاع غزة على العديد من النقاط طبعا. وهذا يأتي التحشيد بعد ما قامت إسرائيل وبعد نجاح إسرائيل في عملية إبعاد جميع الخروقات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية. تلاحظ بحسب الوور مابر هنا أوضحت كيف أن إسرائيل قد سيطرت على الحدود، عادت الفصائل الفلسطينية إلى داخل طبعا قطاع غزة، وهنا هي بدأت تحشد التحشيدات الإسرائيلية، هي تأتي طبعا على العديد من النقاط المهمة حول قطاع غزة. هم انتشروا تقريبا على 20 نقطة موجودة في هذه المنطقة، وبدأوا بعد فرض حصار كبير طبعا على قطاع غزة، بدأوا بعمليات قصف كبيرة للغاية على هذه المنطقة وعلى قطاع غزة، يضربون العديد من المناطق طبعا على العديد من المدن، الضربات تأتي، ولكن تركيز الضربات هي تأتي بشكل مكثف على شمال قطاع غزة باتجاه غزة تحديدا، مدينة غزة هنا. وهنالك لقطات قد نشرتها طبعا وزارة الدفاع الإسرائيلية لهذا القصف اليوم، صباح هذا اليوم نشروا هذه اللقطات التي سنلقي نظرة عليها الآن على شاشتنا الكبيرة هنا. ستلاحظ بأننا أمام ضرب كبير جدا على إحدى النقاط الموجودة في داخل قطاع غزة، وترى هذه النقاط كلها تضرب بها هذا الشكل، ضربات عنيفة للغاية، ضحايا كثر طبعا حتى من الأبرياء بشكل مخيف ومرعب. هنالك كثير من هذه اللقطات التي جاءت بهذا الشكل التي توضح مدى شراسة هذه الضربات طبعا الإسرائيلية من خلال وزارة الدفاع الإسرائيلية. طبعا هي لم تكشف أين هذا القصف، نعم هو على قطاع غزة هذا أمر واضح، ولكن أين بالضبط ليس واضحة هذه المسألة أبدا، ولم يكشفوا عن الإحداثيات أو في أي نقطة، ولكن من الصور التي ظهرت من الممكن أن نتعرف على هذا الموقع. فعلى سبيل المثال هذه النقطة التي رأيناها قبل قليل، من الممكن أن نتعرف على هذه المنطقة ونحاول أن نتعرف عليها. تلاحظ هنالك طريقا مميزا بهذا الشكل، وسنلاحظ مجموعة من المباني، ومن هذا المخطط ومن هذا الشكل لهذا المخطط لنأخذ ونقوم بتعديل هذه المسألة، ستلاحظ بأننا أمام هذه النقاط المميزة الموجودة التي ظهرت أثناء القصف الإسرائيلي، وستلاحظ هنا طبعا ميناء، وهذا هو البحر المتوسط، بالتالي هذه النقطة التي تعرضت لكل الضربات التي رأيناها. وستلاحظ بأننا أيضا أمام جامع معين هو الذي ضرب من المئذنة طبعا في هذه النقطة، قد ضرب وليس واضحا لماذا هو ضرب، قد تعتقد إسرائيل أو ترى بأن هنالك تحركا عسكريا هنا، أو أنها فقط لضرب البنى التحتية لا أكثر ولا أقل. تلاحظ من خلال هذا السياج منطقة مزروعة، منطقة مفتوحة، وستلاحظ مبنيين هنا، وأيضا نحن أمام طريق وطريق آخر، وبالتالي نحن أمام الشكل المميز هنا في هذه المنطقة. بالتالي بذهابي الآن إلى القمر الصناعي، هذا هو طبعا وهذه قطاع غزة كما تلاحظون، لنتجه إلى الشمال بما أننا تحدثنا بأن المناطق التي تضرب هي تأتي إلى شمال قطاع غزة. النقاط التي تضرب في شمال قطاع غزة هي عدد من النقاط في حقيقة الأمر، بيت حانون وبيت لاهيا وكذلك أيضا جباليا، وأيضا نقطة أخرى مهمة وهي حي الرمال
الشمال أيضا يضرب، وهذه النقاط الساحلية كلها تتعرض إلى ضربات عنيفة، وبالتالي بالذهاب وإلى جرد هذه المنطقة التي تأتي طبعا على الساحل البحر المتوسط من الممكن بجردها، هي محاولة المقارنة مع الصورة التي حددناها الآن، فستجد بعد الفحص على قسم طبعا ستجد بأن القسم الوحيد المتطابق مع ما رأيناه هي هذه النقطة تحديدا، لنأخذ صورة أوضح لهذه المنطقة ونتوقف هنا ونحاول أن نحصل على نفس المواقع، وفعلا ستجد بأنك أمام نفس النقطة تماما هنا من هذا الطريق. طبعا هذه مجموعة المباني التي رأيناها، وهنا ترى بأن كل شيء متطابق مع ما رأيناه في هذه المنطقة، وبالتالي الجانب الإسرائيلي، وهذا هو البحر المتوسط وهذا هو الميناء، بالتالي الجانب الإسرائيلي يضرب هذه المنطقة بكثافة كبيرة للغاية، والجامع الذي رأيناه قبل قليل هو يأتي في حي الرمال تحديدا في قطاع غزة طبعا، وهذه كلها تأتي باتجاه مدينة غزة، وهو يأتي هنا في هذه المنطقة لأنه جامع منفرد طبعا لوحده، وستجده هنا من العلامات بالاتجاه إلى اليمين قليلا الآن، سترى بأن هذه هي بالضبط هي نفس المنطقة ونفس الجامع الذي كان قد استهدف، لا شيء مختلف أبدا من المئذنة من شكل الموقع تماما، هو ليس مختلفا مما رأيناه بل هو متطابق، هذا هو السياج، كل شيء لا يعرف طبعا الاختلاف، وبالتالي هنا أكيد تماما أن هذا الجامع قد دمر بالكامل، والكثير من المناطق التي ضربت، لا بل أن الجانب الإسرائيلي أيضا في شمال قطاع غزة بدأ يعطي رسائل للسكان الذين لا زالوا متواجدين في عدد من الأحياء باتجاه مدينة غزة تحديدا، يريدون منهم الانسحاب من هذه المنطقة، مثل حي موجود هنا حي الدرج تقريبا، طلبوا منهم الانسحاب إلى غزة مباشرة قبل أن يقوموا بتدمير هذه المنطقة، وقالوا قد أعذر من أنذر طبعا من خلال رسائلهم هنا، وهذا هو الحي الذي تحدثوا عنه، وطالبوا المواطنين أن يخرجوا من هذه المنطقة، وهذه كلها مؤشرات بأن إسرائيل تخطط لعملية اقتحام كبيرة تجاه مدينة طبعا غزة تحديدا، وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي واضح جدا المخطط بعد إبعادهم الفصائل الفلسطينية ومع القصف المكثف بأنهم يهدفون إلى استهداف مباشر على مدينة غزة كما تحدثنا، وكذلك على منطقة دير البلح وأيضا خان يونس في نفس الوقت، دير البلح تأتي هنا تقريبا بهذا الاتجاه، هذه خان يونس وهذه هي رفح، وبالتالي الجانب الإسرائيلي واضح بأنه يخطط لعملية الدخول بشكل بري ومباشر باتجاه مدينة غزة، محاولة السيطرة عليها وإبعاد طبعا الفصائل الفلسطينية وإجبارها على الخروج من هذه المنطقة، وتوجيه ضربة معنوية للجانب طبعا الفلسطيني من أجل التعويض للخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها بسبب نجاح الفصائل الفلسطينية في هذا الاختراق في العمق الإسرائيلي، وبعد ذلك البحث عن عملية التقدم أيضا من هذه المحاور للضغط طبعا على الفصائل الفلسطينية، قطع أوصالها من المدن التي يتواجدون فيها، وبعد ذلك يبعدون الفصائل الفلسطينية بشكل أكبر ويبحثون عن عملية التقدم حتى إيصالهم على ما يبدو من عملية التقدم والضرب والقصف، أن يتقدمون بهذا الشكل يضعوا الفصائل الفلسطينية في موقف صعب للغاية في رفح في خان يونس كذلك، وهذا طبعا يجب أن ننتبه أن الجانب المصري يغلق تماما المعابر تماما ويحاولون حماية أنفسهم من انجراف الأمور باتجاه الأراضي المصرية، بكل تأكيد ليس الحرب وإنما اللاجئين الإنسانيين أو حتى الفصائل الفلسطينية، وبعد ذلك من الممكن بعد هذا الموقف الذي نرى الذي سيعتبر ضربة كبيرة أن تحقق بالنسبة لإسرائيل وضربة كبيرة طبعا للفصائل الفلسطينية تحديدا، ستكون هنالك من الممكن مفاوضات لإيقاف إطلاق النار، وإسرائيل قد تكتفي بهذه العملية التي جاءت بهذا الشكل، ولكن أيضا لا بد من عدم التقليل من شأن الفصائل الفلسطينية وإمكانياتها وما ممكن تفعله في هذه الحرب ضد الجانب طبعا الإسرائيلي، فهي صاحبة الأرض والمدافع هو طبعا صاحب الأرض وهو صاحب القوة الأكبر في عملية إيقاع الخسائر في القوات طبعا الإسرائيلية تحديدا، فهم لديهم عدد من التكتيكات حرب الشوارع طبعا، أيضا هم يمتلكون من الممكن الأسلحة المضادة للدروع، وشهدنا إمكانية وأسلحة المضادة للدروع وأهميتها بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية وكيف أوكرانيا تمكنت من إيذاء القوات الروسية عندما هاجمت كييف، هذا من الممكن أن يستخدم من الجانب الفصائل الفلسطينية، وطبعا إيقاع المزيد من
من الخسائر في القوات الإسرائيلية وهي تتقدم في الأزقة هي مسألة مهمة. الطيران لا يعني شيئا، الأمور والمعركة تحسم على الأرض، من الممكن أن يوقعوا خسائرا بالجانب الإسرائيلي بشكل كبير. وحماس وواضح جدا هي وحركة الجهاد الإسلامي هي تضرب طبعا المدن الإسرائيلية بشكل مكثف وتوقع المزيد من الخسائر، لأن الفصائل الفلسطينية تعلم تماما أن هنالك رأي عام ضد نتنياهو، بسبب أن من البداية ومن الأساس الفصائل الفلسطينية قامت بخرق كبير تلام عليه الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي من الممكن أن تلعب الفصائل الفلسطينية هنا على مسألة الرأي العام ضد بنيامين نتنياهو بإيقاع المزيد من الخسائر بالجانب الإسرائيلي. وعلينا لا ننسى بأنهم لا زالوا يمتلكون أسرى من الجانب الإسرائيلي وحتى من دول أجنبية، وممكن هؤلاء أن يتعرضوا للإعدام مع استمرار المعركة بشكل كبير. بالتالي المعركة صعبة وصعبة للغاية على المستوى العسكري وحتى على المستوى السياسي، وننتظر ونرى كيف من الممكن أن تكون انعكاسات هذه المعركة على الوضع الدولي الذي يبدو بأنه دخل في مرحلة توتر كبيرة للغاية.